سعادة سفير تونس في نيويورك، سعادة سفير سي عثمان جيلاندي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دونك عندكم اكسبوزيسيون للوحات سي فتحي في نيويورك بعنوان الثورة التونسية. وقع العرض هذايا عليكم كتوانسة قبل كل شيء وعلى المجتمع المضيق النيويوركي الأمريكي عموما. اي فعلا كانت فرصة يعني جيدة جدا انه الرسام مشهور فتحي يكون بحضانا في نيويورك، وكانت المبادرة حقيقة الأمر منه هو ومن نحن في البعثة لما كان في زيارة استطلاعية لنيويورك في شهر 8 أشهر تقريبا، وكانت الفكرة أنه ربما يكون فرصة يعني جيدة أنه نستغل الفضاء المتحدة لتنظيم مثل هذه التظاهرة الثقافية الفنية، واشتغلنا على هذا المبدأ وأردنا أن تكون هذه المبادرة تتزامن مع الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي ملتقى كبير جدا، ولا نتجاهل هذا في حقيقة الأمر بهذا العرض وهذه المبادرة للمجتمع النيويوركي الضيق، بل للمجتمع الدولي ككل، لأن الفضاء هو فضاء أممي وفي مبنى منظمة الأمم المتحدة، وهو ممر لجميع الدول خاصة في فترة تنظم فيها الدورة 67 الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا كافة الدول ممثلة وموجودة في أروقة الأمم المتحدة، وبطبيعة الحال تواجد هذا العرض أو المعرض الفني التونسي الذي يتحدث عن الثورة في هذا الزمن بالذات وفي هذا المكان بالذات هي بادرة كبيرة جدا وفرصة أكبر للتعريف بتونس، تونس ما بعد الثورة، وبطبيعة الحال تعريفها عن طريق لوحات فنية رائعة، و كانت جذبت العديد من الاهتمامات الدولية، أقول دولية لأنه كان الافتتاح من قبل العديد من سفراء الدول المعتمدين في لدى منظمة الأمم المتحدة وأعضاء من الأمانة العامة للأمم المتحدة والعديد من الأصدقاء ضمن المبنى الأممي، وكذلك بعض الأفراد التونسيين الذين يعملون في منظمة الأمم المتحدة. إذن كان هذا العرض وهذه اللوحات معروضة ليس فقط لهذا المجتمع الضيق، لكن لما يمثله هذا المجتمع الضيق من المجتمع الدولي ككل. سيد السفير سعد سفير عثمان، يعني ما نغصتش الأحداث اللي صارت في قنصلية وفي سفارة الأمريكا في تونس على يعني جمالية المعرض هذايا؟ الأمر بالنسبة للمجتمع الدولي ككل في نيويورك وتواجد هذا الكم الكبير من الممثلين الدول الأجنبية في الدورة الأممية هي في حقيقة الأمر فرصة حتى نبين أن تونس هي في حقيقة الأمر ليس كما أظهرتها العديد من وسائل الإعلام الدولية التي تبحث عن ما هو يعني مثير، وهذه الأحداث لم تكن في حقيقة لأنها وضعت في نصابها ولم تكن في حقيقة الأمر شوهت صورة تونس، لأن تفهم المجتمع الدولي ماهية هذا الأمر وكيف تمت معالجته وكيف أخذت تونس عدة commitments حتى لا تتكرر هذه الأعمال. وبطبيعة الحال تنظيم مثل هذا المعرض الذي يتحدث عن الثورة بهذه الجمالية الرائعة قد أظهر أن تونس ليست تونس التي أظهرتها صور التلفزيون وصور وسائل الإعلام التي بطبيعة الحال كما قلت من قبل تبحث عن الإثارة، وهو حق لها أن تبحث عن الإثارة في نطاق يعني حرية الإعلام الدولي. يعني سعد سفير، كان هذا هو بيدو موقف المجتمع الأمريكي، يعني مش فقط موقف زوار المعارض الفنية، هل تقبل أيضا المجتمع الأمريكي ما صار في السفارة الأمريكية وما صار يعني من قبل التوينس؟ هو تقبل، لا نستطيع أن نقول تقبل لأن الحادثة يعني لم تكن مقبولة بالعرف الدولي والعرف المتعارف به يعني مع
مع البعثات الدبلوماسيه الاجنبيه المتواجده في جميع انحاء العالم. نحن كذلك لدينا بعثات دبلوماسيه متواجده في اماكن عديده من العالم، وهناك قوانين دوليه تحمي هذه لكن التفاعل مع كيفيه تعامل الحكومه مع هذا الامر وما تم اخذه من اجراءات لمعالجه هذا الامر في البلدان، ثم لي كوميتمنت او لي زانجاجمون اللي خلتهم تونس للمستقبل، قد معناها ارتاح لها العديد ومرت هذه لانها حادثه يعني تبعت الامر مرت. يعني هناك الحوادث المماثله في جميع انحاء العالم، وبالنسبه لنا نحن يعني هناك مؤسسات وهناك حكومه قد فسرت هذا الامر وقد بررت يعني فسرته واعطت يعني التفسيرات اللازمه، وخاصه كما قلت لك اخذت يعني الاجراءات الكثيره لعدم تكرار هذا الامر ومعالجته المعالجه الدائمه حسب القوانين والعرف الدولي. اتيان هذا المعرض في هذا الوقت بالذات هو برهان اخر على ان تونس هي تونس متفتحه، تونس متقبله بالغير، وتونس تبحث عن التواصل مع الغير عبر كل وسائل الاتصال ومن بينها الفن والجماليه. وسيد فتحي السيدي كان بيننا هنا ليساهم بدوره في اعطاء هذه الصوره لتونس عن طريق اتصالاته مع كل زوار الذين اتوا الى المعرض، ثم تفسيرهم تفسيراته اللي اعطاهم على اللوحات وطريقته في انه شد الزائر الاجنبي الدبلوماسي الاجنبي، لانه ليسوا اجانب يعني بالمفهوم الصحيح الكامل، كلهم كل رواد